أحلى عيد ميلاد مر عليا، عيد ميلاد مجيد، كل عيد وانتم بخير. قلتها مرات عديدة وكتبتها مرات أكتر. كل عام كان هذا العيد يدور حول الترانيم الجميلة والحشد في الكنيسة والبدل والفساتين الجميلة والمكياج الأنيق وتصميمات الشعر. وطوال الوقت كانت العبادة الحقيقية محجوبة بسبب طبقات من العبادة الزائفة مثل هذه. لكن هذا العام كان مختلفا بفضل كوفيد-19 الذي لا يزال يتمتع بصحة جيدة ونشاط في عام 2021. كانت الكنائس أقل ازدحاما وكانت الوجوه مغطى بالأقنعة، لذلك لم يكن للمكياج ضرورة. تم إلغاء التجمعات قبل وبعد الكنيسة، لذلك لم تكن الملابس الأنيقة والجميلة ضرورية. أخيرا يا رب احتفلت بميلادك ولم يوجد غيرك في الوسط. تركت الحشد، تركت التجمعات، ولم أهتم حتى بمن سيقول أي لحن. أعطاني هذا العام لمحة عن كيف كان الاحتفال بعيدك الأول في بيت لحم. البساطة، نعم البساطة اجتاحت المشهد كله في هذا العيد الأول في بيت لحم. كان كل شخص حول الرب بسيطا جدا. أولا وقبل كل أحد القديسة العذراء مريم ملكة السمائيين والأرضيين، ويتبعها يوسف الصديق، كلاهما يتعبدون برهبة مما شاهدوه من الملائكة ورؤساء الملائكة، وقلوبهم البسيطة جعلت عبادتهم عميقة للغاية. الرعاة في سلوكهم البسيط أسرعوا للعبادة دون ترتيب كواير لتسبيح الرب، ولكن في مكان ما بالقرب من المزود كانت هناك عوامل تشتيت تشبه إلى حد بعيد ما كان يحدث لي في السنوات الماضية في منزل هيرودس. كانت هناك اجتماعات وأنشطة ومناقشات تجرى وأسئلة تطرح. من هو ملك اليهود؟ أين يولد ملك اليهود؟ كيف يولد ملك اليهود؟ أسئلة كثيرة ولكن جميعها تفتقد أهمها، كيف نعبد الله؟ إن انشغالهم وعدم بساطتهم جعلهم يفقدون الهدف، ولأنهم كانوا غير مكترثين بعبادة الرب سقطوا أكثر فأكثر من خلال إيذاء الآخرين وقتل المئات من أطفال بيت لحم الذين كانت أعمارهم تبلغ عامين أو أقل. لم يروا الملك ولم يعبدوا، على الرغم من أنه كان قريبا منهم جغرافيا وليس مثل المجوس الذين سافروا آلاف الأميال ليعبدوا. ببساطة لم يكن عندهم بساطة. كانت المجموعة الأخيرة التي عبدت ربنا هي الحكماء ملوك الشرق. ربما في حكمتهم كانوا بسطاء، لقد اتبعوا النجم ببساطة ودون تعقيدات وركزوا على مكان وكيفية العبادة ولم يهتموا باتباع الأوامر بالعودة إلى الملك. لهذا السبب رأوا وعبدوا. يا رب لقد رأيتك في هذا العام وسجدت لك سجودا حقيقيا. سنوات عدت من عمري من غير ما أفرح بميلادك بطريقة حقيقية. أخيرا رأيتك يا رب عندما أخليت نفسي من الزحام والاحتفالات الخارجية. يا رب عندما جعلتني أرتدي الكمامة
وكان وجهي مغطى، رأيتك وتحدثت معك. عندما جعلتني أبتعد عن الآخرين بحجة الوباء، وجدتك قريبا مني وسجدت لك حقا. عندما ألغيت الاحتفالات والأنشطة بسبب الوباء، التقيت بك في بيت لحم قلبي. عندما أتيت إلى بيتك فقط لألتقي بك وليس لأي سبب آخر، عرفت واختبرت معنى عمانوئيل الله معنا. أصبح قلبي مكان راحتك. شكرا لك يا رب على أفضل عيد ميلاد مر عليّ.